سابقا كابتن هاني العجيزي، اهلا بيك. ازيك يا امير، عامله ايه؟ نورنا يا كابتن. ربنا يخليك يا بنورك. احساسك ايه بقى وانت معانا النهارده كده؟ لا ده بيتي ده يعني بيتك. يعني انا كنت في السلو التحليلي قبل كده في قناه النادي الاهلي، والمكان ده ليه معزه خاصه عندي بصراحه. يعني قعدت فتره في حوالي 10 شهور، وكانت فتره مهمه بالنسبه لي في حياتي، واستفدت منها كتير، وان شاء الله باذن الله يعني ابقى موجود في النادي الاهلي في اي مكان، في السيرو التحليلي، في مجال التدريب، في اي مجال. اهم حاجه الواحد يبقى موجود ومنتمي للنادي الاهلي، دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني. بالظبط، احنا مبسوطين بوجودك معانا وانت موجود لسه، طبعا انت عارف في قلوب جماهيرك يعني. ربنا يخليك. في الاول كده عايزه اتكلم معاك كام سؤال كده عن الاهلي، وبعد كده نخش بقى ايه في كابتن هاني. تمام. طيب عايزاك تقول لي، شفت ازاي مواجهه بتاعه الاهلي امبارح قدام الوداد؟ الهلال. كلمنا الهلال. الهلال. انا اتصرح مش مشكله. لا طبعا، بصي، هو ماتشات افريقيا عامه بتبقى ماتشات حساسه، بالاخص لما نكون في بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه والنادي الاهلي، وبعد المشاركه في البطوله الكبيره دي دايما يعني النادي الاهلي معودنا ان هو اول ماتش بعد البطوله الكبيره دي لازم يبقى فيه اخفاق. دي حقيقه، متعودين دايماً عليها. بعد اي بطوله للاهلي لازم يحصل وقعه. بالظبط، بالذات كاس عالم الانديه. يعني دي دايما طبعا انت عارفه بيبقى اللعيبه عليها ضغوطات كبيره جدا في البطوله دي، واللعيبه بتبذل اقصى جهد عندها، وكل واحد بيطلع اكبر مخزون عنده في البطوله دي، ومن تركيز ومن فنيات ومن كل حاجه. فبالتالي لما بيرجع للدوري المصري او بيرجع لبطوله افريقيا، التركيز ده بيبدا يقل تدريجيا. فده اللي شفناه في ماتش الهلال. يعني ماتش الهلال انا شايف ان هو كان اهم مباراه في افريقيا السنه دي، لان اول مباراه دي بتبقى زي ما قلت لك حساسه شويه، وبتلعبي فرقه كبيره زي الهلال في السودان. ماتشات الهلال في السودان بتبقى صعبه شويه، بيبقى ليها حساسيه شويه ما بين الفرقتين، اجواء المباراه بتبقى مختلفه لحد ما. طبعا توقيت المباراه برضو بيبقى عليها عامل كبير جدا. الساعه 3 ده، وان لعيبه النادي الاهلي مش متعوده على الساعه 3 دي. لكن وفي الاول والاخر هو يعني ماتش للنسيان، ونقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نعوض الماتش الجاي قدام صن داونز ان شاء الله. ان شاء الله الماتش الجاي مع اسوان. اسوان فريق يعني عنيد ومش سهل. تفتكر الاهلي هيعمل ايه في المواجهه دي؟ لا، اسوان فرقه بتقدم الكوره السنه دي كوره حلوه بصراحه. يعني مش متعودين عليها من فرقه اسوان. عاملين نتائج كويسه مع الكابتن ايمن رمادي، مدير فني كفء، والناس كلها بتشيد بيه الفتره اللي فاتت. مع سكواد كويس. يعني اداره اسوان عملت فرقه محترمه السنه دي بصراحه. قدروا ان هم يحققوا يعني ماتشات مهمه، وفوز في ماتشات مهمه زي الزمالك، وماتشات كتيره جدا. يعني احنا لعبناهم واحنا في سيراميكا، لا فرقه محترمه بتلعب كوره، مش ما بتهبش الفرقه الكبيره، بيقدموا مباريات على ملعبهم، بالاخص مباريات كبيره، وكسبوا ماتشات كتيره جدا في ملعبهم. لان طبعا برده في نفس بيلعبوا في نفس التوقيت الساعه 3، وفي اسوان انت عارفه الجو هناك برده بيبقى صعب شويه. الزمالك كمان بالظبط. فلعيبه الدوري ممتاز مش متعوده على اجواء الساعه 3 دي كتير. فاحنا حتى واحنا بنلعب، لما بنيجي نلعب الساعه 3 دي بتحس ان في حاجه مش مظبوطه. طبعا توقيت النوم والاكل والكلام ده كله، والصحيان بدري، فاللعيب المصري مش متعود على كده. لكن في الاول والاخر النادي الاهلي طبعا ما بيفرقش معاه الكلام ده خالص. النادي الاهلي فرقه كبيره، وكل ماتش بالنسبه لها اهم حاجه عندهم 3 بونت. فان شاء الله باذن الله يعني مستر كولر يقدر ان هو يحط التشكيل المناسب للماتش ده. وانا يعني اقتراح ان شايف ان هو لازم يريح بعض اللعيبه شويه المجهده، زي علي معلول وزي شناوي وحمدي فتحي، ولو في حد تاني حاسس باي اجهاد او اي حاجه انا شايف ان هو ريحه. النادي الاهلي المفروض ان هو عنده البديل زي الاساسي، مفيش اختلاف خالص. لكن الماتش ده مهم طبعا بالنسبه للنادي الاهلي برضو، ان هو اول مباراه ليه بعد افريقيا وكاس عالم الانديه، فلازم برضو يكون في حذر شويه، وان شاء الله باذن الله يحققوا 3 نقط ان شاء الله يا رب. طب الماتش